انضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول العقيد حاتم مراوي الخبير العسكري والسياسي السوري. أهلا بكم سيادة العقيد إلى هذه الجولة الإخبارية. وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو يعلن اكتمال عملية تسليم منظومة الدفاع الجوي S-300 للنظام السوري. كيف تفسر هذا الإسراع الروسي بإتمام عملية التسليم؟ سلامي لك أستاذ محمد ولي السادة المشاهدين. حياك الله. بالنسبة لتسليم المنظومة، المنظومة بدأت تسليمها، سواء يعني أعلنت أمريكا أو لم تعلن، فالصواريخ بدأت بالوصول إلى الأراضي السورية، وليلة البارحة بدأ إفراغ مطار T4 من الإيرانيين وتسليمه للروس. فإذا العملية قد بدأت على الأرض، وأعلنت روسيا أنها بحاجة إلى 3 أشهر لتدريب الكوادر السورية على استخدام هذه الصواريخ. هذا من حيث ما يجري على الأرض حول هذه المنظومة. لكن السؤال هنا، هل ستسكت إسرائيل وتترك روسيا تركب هذه الصواريخ وتدرب عليها لمدة 3 أشهر؟ هذا هو السؤال. اليوم نجد تصعيد غير مسبوق في وصل إلى حد التهديد بين روسيا وإسرائيل، فهذا وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضرب واستهداف الطائرات الروسية وأهداف روسية داخل سوريا، يعني لم يعد يكتفي بالأهداف الإيرانية. ووزير الدفاع الروسي أيضا يعني أجاب بتصريح يعني شديد اللهجة باتجاه إسرائيل، وأنه قادر على حرق إسرائيل خلال 4 ساعات. يعني هذه الهمروجة من التصريحات لا أرى فيها على الإطلاق أن سوريا قادرة على استعمال هذه الصواريخ ضد إسرائيل، لا سيما وأن حتى منظومة سيادة العقيد نرى بأن هناك إسراع روسي في عملية إتمام هذه الصفقة وتركيب هذه المنظومة. إسرائيل إلى أي حد سوف تبقى صامتة تجاه هذه المنظومة؟ هل من الممكن أن نرى إسرائيل تضرب القوافل التي تحمل هذه المنظومة؟ هذا ما أعتقد أن إسرائيل ذاهبة إليه مباشرة، يعني مجرد أن تركزت هذه المنظومة وأصبحت تحت الملكية السورية، يعني أصبحت أهداف سورية، فهنا ستشرعن لنفسها إسرائيل ضرب هذه المنظومة وستضربها. لكن ما يلفت الانتباه الآن أن تخبطا روسيا كبيرا جدا، يعني ملفت جدا للانتباه. فروسيا لم تعد تعرف هل تساعد في إخراج إيران من سوريا، أم أنها ستخوض معركة إدلب، أم أنها تريد أن تحارب إسرائيل. يعني لذلك عدنا إلى الكلام الذي رددناه كثيرا، أن أمريكا قد حافظت على بشار الأسد كطعم لروسيا أغرتها فيه للدخول إلى روسيا وجعلتها تغوص في هذا المستنقع. إن وضعت هذه المنظومة وإن ركبت، هل برأيك سيادة العقيد سيكون النظام متحكما بها؟ يعني له حرية التصرف بها؟ يا سيدي الكريم، النظام الآن قبل تركيب المنظومة غير مخول باستعمال حتى المدفعية التقليدية العادية. لذلك أمر طبيعي جدا أن تكون هذه أصلا، يعني قبل الثورة وقبل كل هذه الأزمة نحن كنا في المطارات، وكانت كلمة الخبير الروسي عندما لم يكن يعني في شيء في البلد، كانت كلمة الخبير الروسي هي الكلمة النافذة وهو الآمر. فما بالك بوضع مثل هذا الوضع؟ روسيا جلبت هذه المنظومة إلى سوريا لتعين السوريين حراسا عليها، وتطلق هي الصواريخ وتستخدمها هي بحجة أن السوريين يدافعون عن أنفسهم وأن روسيا لم تتدخل. هذا ما تسعى إليه روسيا، لكن لا أرى أن هذه المنظومة ستكتمل وأن إسرائيل ستسكت إلى حين استكمالها. نعم، الولايات المتحدة قالت بأن تسليم روسيا هذه المنظومة، منظومة الدفاع الجوي، هي تصعيد خطير. كيف برأيك ستؤثر بالفعل على التسوية السياسية التي تتحدث واشنطن عن دعمها في سوريا؟ لا تسوية سياسية ولروسيا أصبع فيها. أخي، كل ما نراه الآن من أستانا إلى سوتشي إلى حتى إلى جنيف الواحد،
كله سيلغى تماما ويطوى، لأن أمريكا لن تسمح لروسيا التي لم تتمكن من تحقيق نصر في سوريا، نصر عسكري، لن تسمح لها أن تنفرد للحل السياسي أو حتى أن تشارك فيه في سوريا. لذلك ما أرى إلا أن عملية ضغط بدءا من إسقاط الطائرة الروسية حتى الآن، عملية ضغط على روسيا لقصقصة أجنحتها في سوريا ولإخراجها من سوريا منكوبة. أنا أقول أن روسيا قد نكبت في الدخول إلى سوريا. نعم سيادة العقيد حاتم الراوي الخبير العسكري والسياسي السوري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.